السيسي يتقدم بأوراق ترشحه إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. وزارة الخارجية توقع مذكرة تفاهم على الاتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات الرئاسية القادمة. محكمة القاهرة للأمور المستعجلة تدرك جماعة بيت المقدس كمنظمة إرهابية. الرابعة في القاهرة، الثانية بتوقيت جرينتش، موعد ساعة إخبارية شاملة. أهلا بكم السيدات والسادة، تحية لحضراتكم. تقدم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بأوراق ترشحه إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. وأوضحت مصادر في اللجنة العليا للانتخابات أنه يجري فحص تلك الأوراق التي تتضمن النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد السيسي، ذلك بالإضافة إلى شهادة الميلاد وصورة رسمية من المؤهل العلمي وإقرار من السيسي بأنه مصري ومن أبوين مصريين وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى. كما تتضمن الأوراق صحيفة الحالة الجنائية للسيسي وإقرار الذمة المالية والتقرير الطبي الصادر من الإدارة العامة للمجالس الطبية. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بالهيئة العامة للاستعلامات مراسل التلفزيون عبد الله بركات. عبد الله، تحياتي أولا، آخر التطورات لديك فيما يتعلق بعمل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بعد تقدم السيسي بأوراق ترشحه؟ بالفعل يمكن تحديدا منذ الساعة 11 صباح هذا اليوم تقدمت حملة المشير عبد الفتاح السيسي بأوراق ترشحه بالتأييدات الشعبية الأساسية، حوالي 200 ألف تأييد شعبي وفقا للمصادر داخل الحملة، جاءوا بهم هنا إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية حيث تم أو ما زال يتم حاليا فحص هذه التأييدات الشعبية من قبل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. ما زال هناك أكثر من 15 صندوق من مختلف المحافظات موجودة هنا باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. يمكن على عكس المتوقع أعضاء الحملة جاءوا من الأبواب الخلفية للجنة العليا للانتخابات الرئاسية وتحديدا من البوابة الرئيسية لإستاد القاهرة، ولم يأتوا من الباب الرئيسي الخاص بشارع صلاح سالم. وبالتالي عندما يعني جاءوا إلى هنا جاءت هذه التأييدات عن طريق شركة أمن خاصة ولا علاقة للجيش بذلك. شركة أمن خاصة هي التي قامت بنقل هذه التأييدات إلى اللجنة وقامت بتأمين وصول هذه التأييدات إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وما زالت عملية الفحص مستمرة حتى هذه اللحظة لفحص جميع التأييدات الخاصة وهي حوالي 200 ألف تأييد الذين التي تم المجيء بها هنا إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. أيضا يجي عدد كبير من الصحف المستقلة ووسائل الإعلام المختلفة للتقدم بالمستندات الخاصة بتغطية الانتخابات الرئاسية، نظرا لأن الموعد النهائي للتقدم هو 17 من شهر إبريل الجاري، وكذلك عدد من مؤسسات المجتمع المدني التي تطلب المراقبة للعملية لمتابعة العملية الانتخابية في الداخل. يمكن كما قال الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية حوالي 22 منظمة داخلية هي من تقدمت. حاليا بيتم أو بتتقدم عدد من منظمات المجتمع المدني لمتابعة العملية الانتخابية. سيتم غدا أيضا التوقيع على اتفاقية مع الجامعة العربية لمتابعة العملية الانتخابية، كما تم بالأمس التوقيع على مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي لإتاحة الفرصة لحوالي 150 مراقب من الاتحاد الأوروبي لمتابعة سير العملية الانتخابية. عبد الله، هل لديك أي معلومات حول أي تصريحات صحفية للجنة العليا للانتخابات أو الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية بعد الانتهاء من فاز توكيلات السيسي؟ حتى
هذه اللحظة لم تخرج أي تصريحات سواء من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أو من الحملة الخاصة بالمشير عبد الفتاح السيسي. النوع أيضا إلا أن التلفزيون المصري هو التلفزيون الوحيد الموجود داخل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وبالتالي نحن ننتظر تصريحات سواء من الحملة الخاصة بالمشير عبد الفتاح السيسي أو بالأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية لمعرفة إجراءات الفحص التي تمت داخل اللجنة العليا للانتخابات والإجراءات التي تتم للتأكد من مدى صحة هذه التوقعات والتأييدات أو الضوابط الخاصة بها، كذلك من الحملة وما سيتم بعد ذلك من خطوات بعد التقدم بالتأييدات الشعبية وبعد التقدم بالأوراق والضوابط الخاصة بعملية ترشح المشير عبد الفتاح السيسي. لكن أيضا من المؤكد أن هذا اليوم لن يشهد تقدم أي من المرشحين، يمكن الأيام القليلة القادمة نظرا لأن عملية الانتهاء من الترشح سيتم يوم الأحد القادم وتحديدا يوم 20 من إبريل، سيتم غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية. من المتوقع خلال الأيام القليلة القادمة أن يتقدم مرشحين للانتخابات الرئاسية، لكن حاليا المرشح الفعلي المشير عبد الفتاح السيسي لم يعد مرشح محتمل، هو مرشح فعلي حاليا بعد أن كان هو الأول الذي تقدم بأوراق ترشح للانتخابات الرئاسية، وفي أول هذه الأوراق هي التأييدات الشعبية التي وصل عددها إلى 200,000 تأييد شعبي وفقا للمصادر من داخل الحملة. أشكرك جدا الزميل عبد الله بركات مراسل النيل من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، شكرا جزيلا. وقعت وزارة الخارجية ممثلة للحكومة المصرية مذكرة تفاهم مع بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة بشأن متابعة الانتخابات الرئاسية، وقد وقع الاتفاقية عن الجانب المصري مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية السفير حمدي لوزا، في حين وقعها عن جانب الاتحاد الأوروبي سفير الاتحاد بالقاهرة جيمس موران. وتنص المذكرة على إفادة بعثة تتكون من 150 متابعا من أعضاء البرلمان الأوروبي، وتعد مشاركة الاتحاد الأوروبي ببعثة متكاملة هي الأولى من نوعها في تاريخ الاستحقاقات الانتخابية في مصر، كما أنها تعكس دعما كبيرا من الاتحاد الأوروبي لعملية التحول الديمقراطي في مصر. والمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف السفير حمدي لوزا مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية. سيادة السفير، أهمية توقيع مثل هذه الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لإحداث حالة من الطمأنينة الدولية تجاه نزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية المرتقبة في مصر. زي ما ذكرت دي أول مرة أن الاتحاد الأوروبي يشارك ببعثة متابعة كاملة في متابعة استحقاقات انتخابية في مصر، و هذا القرار لم يتخذ إلا بعد دراسة متأنية ومستفيضة لكل الإجراءات والخطوات اللي اتخذتها الحكومة المصرية لتأمين نزاهة وحياد الانتخابات الرئاسية القادمة تحت إشراف طبعا لجنة الانتخابات الرئاسية. نعم سعد سفير تفضل. يعني مجرد اتخاذ الاتحاد الأوروبي هذا القرار يعتبر مؤشر على أن فيه اهتمام وثقة من جانب الاتحاد الأوروبي في كافة الإجراءات اللي اتخذتها الحكومة المصرية، والجانب المصري وافق على استقبال حوالي 150 متابع من الاتحاد الأوروبي، فيقومون بالمشاركة في متابعة الانتخابات الرئاسية مع مجموعة أخرى من المتابعين من دول ومنظمات مدنية مختلفة وفقا للضوابط والقواعد اللي وضعتها لجنة الانتخابات الرئاسية، وهي ضوابط تسري على كافة المتابعين الدوليين والمحليين أثناء فترة الانتخابات. تقدر الإشارة بأن مشاركة الاتحاد الأوروبي ببعثة متكاملة تعتبر هي الأولى من نوعها في تاريخ الاستحقاقات الانتخابية في مصر، يعني هل من تجارب أخرى مشابهة أو مماثلة في بلدان عربية أخرى بالنسبة للاتحاد الأوروبي؟ فعلا الاتحاد الأوروبي شارك في بعثات مراقبة في دول أخرى منها مثلا تونس والأردن قبل كده، لكن دي أول مرة زي ما شفت ذكرتي أن يكون في بعثة متابعة متكاملة في مصر. قبل كده في الاستفتاء على الدستور 2014 كان في مجموعة من الخبراء لم يزد عددهم عن 3 شاركوا في متابعة إجراءات وخطوات الاستفتاء على الدستور، إنما هذه المرة كان في تشاور يعني منذ مدة طويلة معهم واستقبال بعثة استطلاعية من الجانب الأوروبي والاتفاق على كافة الخطوات، وآخرها الاتفاق اللي تم توقيعه مساء أمس مع لجنة الانتخابات الرئاسية اللي هي الجهة العليا اللي بتشرف على الانتخابات، واللي هي بدون التوقيع على مذكرة تفاهم معها ما كانش يبقى
وبالإضافة إلى كون ذلك دليل على نزاهة وشفافية، هو كذلك ربما رسالة استباقية لأي مشكك من أي طرف يعني ربما يشكك في نزاهة هذه الانتخابات. نحن لم نستمع إلى تشكيك من أي طرف، بالعكس بنجد ترحيب وسعي من جانب قوى ومنظمات دولية وإقليمية عديدة للمشاركة في متابعة هذا الاستحقاق الانتخابي، وهم جميعا يدركون أن هذه مرحلة محورية وأساسية في خارطة الطريق المصرية، وباستكمال هذه الخطوة ووجود رئيس جمهورية منتخب هتكون مصر قطعت فيها شوط كبير جدا وبالتأكيد تتبعها استحقاقات ديمقراطية أخرى. شكرا جزيلا سعادة السفير حمدي لوزة مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية. في سياق متصل أجرى وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاجل اتصالا هاتفيا بوزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، وقال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أن هاجل والفريق أول صبحي بحث خلال الاتصال عدد من القضايا الأمنية بما في ذلك تهديدات الجماعات الإرهابية في المنطقة وأهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة خلال الفترة الانتقالية التي تشهدها مصر حاليا. وأضاف كيربي أن الجانبين أكدا التزامهما إزاء العلاقات المصرية الأمريكية القوية. أكد رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب على ضرورة الاصطفاف السياسي لاستكمال خارطة الطريق بكل شفافية ولإثبات العالم أن الشعب المصري قادر على رسم مستقبله واختيار قائده في انتخابات شفافة حرة ونزيهة. جاء تصريحات محلب خلال تفقده خطوط إنتاج السيارة الجيب شيروكي في مصر بمقر الهيئة العربية للتصنيع، حيث أشاد بالإمكانات الهائلة للهيئة. زيارة بتبين فعلاً الإمكانيات الكبيرة جدا للصناعة المصرية، بدءا من صناعة السيارة المصرية اللي النهاردة شفناها تجميع إنتاج محلي، المكون المحلي فيها 47%، وهي سيارة طبعا مرتفعة الثمن لها قيمة كبيرة ولكن عليها طلب، بالإضافة إلى سيارات أخرى أقل قيمة من ناحية الكلفة ولكن برضو السوق محتاجها. أقل قيمة للمنتج المحلي في هذه السيارات كان ما قلش أبدا عن 45%، وإن شاء الله الخطة أن بنرفع هذه القيمة كقيمة للمنتج المحلي كل سنة أكتر. كما دعا المهندس إبراهيم محلب الهيئة العربية للتصنيع إلى المشاركة في حل المشكلات التي تواجه مصر خاصة في مجال إنتاج أدوات الطاقة الجديدة والمتجددة، وأشاد بمختلف القطاعات وأهمها قطاع الإلكترونيات ومنتجات إنتاج الكهرباء والطاقة ومحطات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي في مصنع صقر للصناعات المتطورة. ولكن المهم بقى التنوع الكبير جدا في الهيئة العربية للتصنيع، قلعة صناعية داخلة في جميع الأفرع الهندسية، مية صرف صحي، محطات كاملة لتحلية مية البحر، الطاقة المتجددة اللي الكثيرين بيتساءلوا طب ليه الفحل؟ ما الشمس موجودة والرد موجود برضه، يجوا يزوروا ويشوفوا الأبحاث اللي بتجرى حاليا والخطة والمصنع اللي بيبنى حاليا تحت الإنشاء لإنتاج الألواح الفوتوفولتية عشان نعظم من إنتاج الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية، ولكن هي عملية إن إحنا لازم فعلا نحط قدامنا هدف واحد اللي هو التجربة المصرية والأبحاث المصرية حتى تتلائم الكلفة وحتى تتلائم إن إحنا فعلا نكون أخذين أحدث ما وصل إليه العلم بالإضافة إلى الخبرة المصرية. للمزيد من المتابعة مشاهدينا عبر الأقمار الاصطناعية من مقر مجلس الوزراء ينضم إلينا الزميل أحمد أبو الحسن. أحمد، أبرز النقاط التي يمكن أن ترصدها في جولة رئيس الوزراء بالهيئة العربية للتصنيع وزيارتي أيضا لمبنى الحزب الوطني الديمقراطي المنحل.
بداية زميلي فوزي تحياتي، ونريد أن نبدأ مبدئيا بأن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري بإطلاق القمر الصناعي الجديد إيجيسات يوم